مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء. مع نهاية السنة وبداية سنة أي سنة تكثر التقارير الأكاديمية في العالم الصادرة عن مراكز البحث والتي ترسم سيناريوهات وتتوقع سيناريوهات أيضا للأزمات في مختلف بقاع العالم. من بين هذا التقارير ما صدر عن مركز سترافور الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية. هذا المركز سترافور يتردد يعني في بعض وسائل الإعلام والتقارير بأنه قريب من المخابرات الأمريكية. فهذا التقارير قد تكون جس نبط، قد تكون رؤية، قد تكون أيضا محاولة رسم سيناريو معين. بعضها يتوقع، بعضها يتمنى. يعني البعض يتوقع حدوث حروب وأزمات، البعض حس باللي يتمنى حدوث حروب وأزمات. فمعهد سترافور في آخر تقارير وحكى على الاتفاق النووي الإيراني، توقع بأنه تنهار المحادثات كليا ما بين الولايات المتحدة أو الغرب عموما وإيران. حكى أيضا على تركيا، قال هنالك رهان اقتصادي وهنالك مخاطر أزمة حقيقية وهنالك حالة من عدم اليقين السياسي في تركيا وأن الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود. حكى على مجلس التعاون الخليجي، قال ركز على الإمارات والاستثمارات وغيرها، وحكى على الحكومة اليمينية الجديدة في إسرائيل، بين قوسين طبعا هو يستعمل إسرائيل، واللي قال أنها تنفر يعني بشهاد شاهد من أمريكا من المخابرات، حكومة منفرة، حكومة نتنياهو الجديدة منفرة. فأهم شيء في هذا التقرير أنه حكى على الجزائر، وماذا قال؟ قال بأن بخصوص تونس شمال إفريقيا عموما، قال أن التقرير في التقرير جاء بأن الرئيس التونسي سيعزز سلطته، الأمر الذي يزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ثم حكى بالتفاصيل على الوضع الداخلي في تونس، لا يهمنا هذا الكلام. وقال في غضون ذلك فإن التقارب الموجود ما بين الجزائر وتونس سيؤدي إلى تدهور العلاقات التونسية مع المغرب. يعني وكأن التقرير يفترض حلفا تونسيا جزائريا وفي الطرف الآخر المغرب. وقال أن هذا الأمر سيحول دون المصالحة الإقليمية والتعاون في مكافحة الإرهاب وإجراءات مراقبة الحدود. أمريكا هذا اللي يهمها، ما يهمهاش مصلحة الشعوب ولا سياسة الحكام، يهمها فقط مكافحة الإرهاب في المنطقة وإجراءات مراقبة الحدود وطبعا منافع اقتصادية كبيرة. وأيضا يتوقع هذا التقرير بأنه سوف يطول عدم الاستقرار، حالة عدم الاستقرار في الصحراء الغربية، وهذا الأمر يعيق الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة دون إشارة للمغرب. يعني الصحراء الغربية الوضع أنه فيه عدم استقرار بالصح، لماذا يا سترافور؟ لا أحد يجيب. فمعنا الدكتور ميلود ولد الصديق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سعيدة. دكتور ولد الصديق مساء الخير، أنت معي عبر سكايب. مساء الخير أخي قادة، شكرا لك على الاستضافة. مبدئيا من حيث الشكل هذه التقارير مهمة لأنها ترسم سيناريوهات، أيضا مدى قرب وابتعاد هذه المراكز من دوائر صنع القرار قبل ما ندخل في الحديث عن السيناريو الجزائري التونسي وأيضا الصحراء الغربية. نعم شكرا لك مرة أخرى أخي قادة. إذا كان الحديث حول ستراتفور أو يعني استراتيجيك فوركاستينج، هو فعلا هو عبارة عن مركز دراسات استراتيجي استخباراتي أمريكي. بالنظر للتشكيلة أو هيكلة المركز المتكونة من ضباط استخبارات أمريكية سابقين ومن عملاء كذلك مجندون عبر العالم، هذا المركز هو مركز حديث بطبيعة الحال، يعود إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي، يجند أكثر من 255 ألف عميل ما بين استخباراتي ويتعاون على اكثر من 60 جامعه تقريبا عبر يعني العالم. هو يعني بطبيعه الحال يعني احد المنضمين الى هذا المركز، وكان نائب نعم مدير الاستخبارات الامريكيه السابق فريدمان
عبر بصراحة أن مركز ستراتفور هو عبارة عن ظل سي آي آي، أو يعني يمثل الحديقة الخلفية، أو ما يصدر عنه يمكن أن يمثل ما تصرح به أو ما لا تصرح به الإدارة الأمريكية أو سي آي بي، أو نعم بدرجة أكبر. هذه المراكز وغيرها من المراكز الأخرى الاستخباراتية عبر العالم تقوم بإصدار تقارير سنوية، وهي تقارير في الكثير من الأحيان تستند إلى، لا نقول إلى معطيات دقيقة، ولكن معطيات استخباراتية أمنية بالدرجة الأولى. درجة صحتها من عدم صحتها هذا يخضع إلى طبيعة العملاء، ويخضع كذلك إلى طبيعة السياق الأمريكي المراد من خلال تسويق المعلومة. صحيح، ربما لذلك يتم التركيز على الاتفاق النووي الإيراني وعلى حكومة إيران إن كانت ستصمد في مواجهة الاحتجاجات، أيضا بالنسبة إلى الوضع الداخلي في تركيا. أما في شمال إفريقيا فيتم ربما ربط المسألة كما قلت دكتور ميلود بالمصالح الأمريكية على غرار مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، ولكن ما الذي لفت الانتباه أكثر في هذا التقرير فيما يتعلق بشمال إفريقيا من وجهة نظرك؟ نعم، قبل شمال إفريقيا قد بطبيعة الحال نشير إلى هذه النقطة المهمة، أن هذه التقارير في كثير من الأحيان تقع ضمن السياق الأمريكي المراد التوجيه ضمنه، أو تقع ضمن المسارات التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون السياق أو التوجه العام ضمنه. فلذلك لا يمكن أبدا أن نفصل الجانب الاستخباراتي الأمني عن السياسة الخارجية الأمريكية. التركيز على شمال إفريقيا والتركيز على البؤر المذكورة في التقرير هي بطبيعة الحال أمر متعمد، ويخدم على الأقل إذا صح التعبير أو القرار الأمريكي. التركيز على الجزائر أو ما يتعلق بالمسألة الرابعة التي وردت في التقرير المتعلق بالشرق الأوسط، هو يستند بأن يكون هناك عدم استقرار في البيئة المغاربية، زيادة التوتر على دائرة الصحراء الغربية، وكذلك يؤكد على تعزيز العلاقات الجزائرية التونسية في حين يعني ربما ابتعاد تونس مرة أخرى على المغرب. بطبيعة الحال يعني هو يستند إلى ما وقع في 2022، الكل يعلم جيدا أن الرئيس قيس سعيد حاول على الأقل أن يخرج للعنان يعني الأول مرة موضوع الصحراء الغربية، حينما يستقبل نعم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية في تونس. والملف الاقتصادي ربما هو الضاغط وهو الضامن في مسألة توتير العلاقات بين الأطراف الثلاث. في كثير مما أشار إليه التقرير يقع ضمن هذا السياق فعلا، لا يمكن، الأمر لم يتغير، العلاقات الجزائرية المغربية ليس هناك أي مؤشر حي على تغييرها، نظرا للأمر على الأقل الموجود حاليا، التقارب المغربي الإسرائيلي أكثر من تقارب المغرب الإسرائيلي، تقارب الاستخبارات الإسرائيلي المغربي، وبالتالي المغرب ابتعد شيئا فشيئا على الأقل عن الحاضنة المغربية. هذا ما سوف يعزز العلاقات التونسية المغربية بطبيعة الحال. أما إذا كان الحديث حول الشرق الأوسط، فأعتقد أن في أكتوبر المقبل سوف حزمة الـ نعم ما يسمى بحزمة الضغط الموجود على إيران بعدم إمكانية لتصدير أو لا هي دكتور لو تكرمت حتى نستغل الوقت فيما يتعلق بشمال إفريقيا، هو يشير أيضا إلى سيناريو عدم استقرار في الصحراء الغربية ويقول بأن هذا الأمر خطير، هل بدأ الأمريكان يفكرون جديا في هذه الأزمة؟ يفكرون بجدية، لأن موضوع الصحراء الغربية لم يكن كان من المواضيع المهمشة دوليا. المجتمع الدولي جعل من موضوع الصحراء الغربية كموضوع منسي، لأن الاهتمام كان منصب على بعض البؤر التوتر التي كانت تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي أنها أولى بالاهتمام.
واستدامة موضوع الصحراء الغربية كان في صالح بعض القوى الغربية التي تحاول دائما أن تجعل من كلا الدولتين أن تنصب كل الجهود حول استنزاف الموارد المائية الموارد الأمنية بطبيعة الحال، وكذلك الموارد المتعلقة باقتصادات هذه الدول. محاولة الاهتمام مرة أخرى بهذا الأمر مرجعه إلى سببين. السبب الأول أن الحكومة الجديدة أو الرئيس تبون أو الجهاز التنفيذي أو الإدارة الجزائرية بشكل عام الجديدة تحاول أن تلقي كل بثقلها لإيجاد حل لهذه القضية، لقضية الصحراء الغربية، وهناك كذلك توجه إلى محاولة رسم معالم مرحلة جديدة. في المقابل للأسف الشديد نجد أن التعاون الاستخباراتي الإسرائيلي المغربي كان دائما ربما يقع ضمن محاولة مساعدة المغرب لوجستيا وأمنيا على ضمان أمنه في حدود الصحراء الغربية المحتلة. هناك توتر كبير، هناك نزاع، يمكن هو في نزاع لكنه يتصاعد شيئا فشيئا إلى أن يصبح هناك الله يعني علق الحرب مباشرة بين الطرفين. شكرا لك دكتور ميلود ولد الصديق على هذه الاستفاضة وعلى هذه المداخلة المفيدة، شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية، كنت معي عبر خدمة سكايب.